النهاردة فوجئت ان نادي المقاولون العرب مطلع اتنين بيان، بيان ضد الحكم امين عمر اللي ادار مباراة الزمالك والمقاولون العرب، متهمه ان هو اخطأ في احتساب الهدف لان حسام عبد المجيد ساند على المدافع وما قعدش ضربة الجزاء بعد ما كل اللعيبة دخلوا، وده خطأ الفار. ده بيان. البيان الثاني هو لدعم احمد علي مال الهوى الحنين. احمد علي طلع امبارح محمد عودة صوت وصورة وبعظمة لسانه قال لك ان هو لعب ضربة الجزاء برعونة. لحظة اقول لك كلامه عشان ايه ما نفتريش على لعيب برضو، يعني ايه ده اكل عيشه الكورة، مش هنرضى ان احنا نظلمه يعني. قال لك ان اللهم صل على سيدنا النبي، وراح فين محمد الواد محمد عودة؟ يا واد يا عودة يا عودة عودة يا عودة. قال لك شاط باستهتار ورعونة، وانا قلت له ان هو يشوطها قوية وهو ما شطهاش قوية، وكنت منبه عليه هو وزملائه تسديد ضربات الجزاء بكل قوة في زاوية، وهو ما التزمش بهذا الامر، وانا قلت له بين الشوطين انك انت احسن لعيب عندي لكن هخرجك لانك انت ما التزمتش بهذا الامر، فخرجه من المباراة. مهندس محمد عادل فتحي المشرف على كرة القدم عمل طبعا لاحظ اللي حصل، حالة الاتهام الشديدة لأحمد علي مالي الهوى الحنين اللي لعبها برقة، يعني لعب ضربة الجزاء برقة، رقة يعني شوفوا مين يعني رقة، مش عايز اقول ايه حاجة، برقة لعبها برقة جدا، يعني برقة شديدة بأنوثة طاغية، يعني يلا نمرن بعض كده يعني. وبعدين محمد عودة محمد عواد مستني واقف عشان تبقى صح، قام طالع لقدام وايه ماسكها على مرتين. طب يا عم الحاج انت النهارده مال الهوى الحنين بيشوط ضرب الجزاء بالشكل ده، انت النهارده ومدير الفني للفرقه قالوا انه شاطها برعونه واستهتار، عاوز الجمهور يفهم ايه؟ والراجل كان لعيب في النادي الزمالك، عاوز يفهم ايه؟ عاوز يفهم ايه بعد ما يشوف صوره الحب الشديده بين مستر جوزفالدو فيريرا؟ اهي يا سيدي الجمهور عايز يفهم ايه؟ كان بيلعب معايا ماشي، انا عارف انه كان بيلعب معايا والشوط بهذه الرعونه، انا ما بقولكش انا اللي قلت، ما اقدرش اخش في نيته ولا اقدر اقول ان هو قاصد يديها له في ايده، لكن عاوز اقول انه لعبها بحنيه زي ما قال مستر محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب، واللي غيره مش انا اللي بقول يا ابني، ده مديره الفني اللي بيقول شاطها برعونه واستهتار. طب بنقول ايه بعد اللي حصل دلوقتي؟ مهندس محمد عادل فتحي المشرف على كره القدم عمل بيان، بقول لك اللي قاله عودة، بقول لك اللي انا شفته، وبقول لك البيان اللي عمله المهندس محمد عادل فتحي. قال لك المقاولون يؤكد ثقته في لاعبيه، يؤكد نادي المقاولون العرب ثقته الكامله في الجهاز الفني واللاعبين خلال الفتره الحاليه، رافضا تفسيرات البعض لتصريحات محمد عودة المدير الفني والتي كانت واضحه فيما يخص سياسه الجهاز الفني ولائحته مع اللاعبين في كل حالات ومنها ضربات الجزاء، ويشدد المقاولون العرب على ان احمد علي لاعب الفريق من العناصر المجتهده والمخلصه لناديها، ولا يقبل النادي اي تلميحات حول اضاعه ضربه الجزاء ومعاقبه المدير الفني اللاعبه بشان داخلي لا يحمل اي تاويلات اخرى. طيب كان يستطيع ان المدير الفني ما يدخلش مصر كلها والعالم العربي وعالم ما وراء البحار في الشكوك ضد احمد علي، يقول ان انا غيرته، اتصاب، حسيته انه مش فورمه، حسيته انه تاثر نفسيا بعد ضياع ضربه الجزاء وكان في حاله من الابتهاج الشديد لما ضربه الجزاء اتحسبت، لكنه لما ضاعت كان في حاله من يعني من الصدمه النفسيه الصعبه فبالتالي خرجته، اي كلام يعني، قول اي حاجه. لكن الراجل محمد عودة قال لك لا هو لعبها برعونه واستهتار وكانه يرغب في ايصال رساله. طب ايه قصه البيان؟ قصه البيان انا تواصلت مع المهندس محمد عادل فتحي ان كان عندي معلومه بتجميد احمد علي لنهايه الموسم، قرار من محمد عودة، فلا قال لي لا القرار ده مش صحيح احنا ما جمدناهوش. قلت له طب ما انا بتصل اسال يا محمد بيه، جمدته احمد علي لنهايه الموسم؟ احمد علي مالي الهوى الحنين لنهايه الموسم ولا ايه الموضوع؟ قال لا ما جمدناهوش. طب خلاص ماشي. قال لي وهنطلع بيان دلوقتي دعم لاحمد علي؟ قلت له وانا اول واحد هيطلع يقوله ان كنتوا بتدعموا احمد علي مالي الهوى الحنين. ماشي الحال؟ طب ده جزئيه. الجزئيه الثانيه
الاستاذ عمرو الدرديري ده مفترض ان هو واحد من الرموز الاعلاميه في مصر الان. ليه؟ لان هو رجل كان متحدثا رسميا لنادي الزمالك. فالمتحدث الرسمي ده يعني مفترض يبقى هو عنده التزام، عنده دبلوماسيه، عنده حرص شديد على كل مفرد بيقوله، ما بيقولش اي كلام في اي بدنجان في اي بابا غنوج، لازم يبقى حريص في مفرداته. لكن هو اتهم فيوتشر صراحه انه فوت المباراه. انت راجل النهارده محسوب على اون سبورت والدنيا قايمه على اون سبورت، وانت تطلع تقول ان هو فوت، طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا عمرو؟ انا علمتك كده يا ولا يا دي عمرو، انا علمتك كده تورط الدنيا بحالها وتطلع تقول ان هو فوت؟ طب لما هو فوت ايه اللي هيحصل يا ابني؟ انت بتتهم فيوتشر واحد نادي صاعد لسه فاز بكاس الرابط، عنده لاعبين مميزين، خسران من النادي الاهلي في الدور، متعادل مع النادي الاهلي في الدور الاول. طب هو الاهلي اول مره يكسب اربعات؟ لا مش اول مره يكسب اربعات، ما كسب الاسماعيلي اربعه، كسب لفاركو 4-1، وكسب الفريق الجزائري 4-0، وكسب الهلال السعودي 4، وكسب سموحة في الدور الأول 4، كسب بيراميدز 3، كسب الزمالك 5. طب انتوا ازاي بقى بتقولوا فاركو بتقولوا فيوتشر فوت؟ لما هو فيوتشر بيفوت، طب هو الزمالك كان فوت لما خسر 5؟ بلاه نادي الطموح اللي صرف ملايين الدنيا مع الواد ممدوح عيد، كان فوت وهو بيخسر من الأهلي 3-0. جايين على فيوتشر اللي في حالة من الابتهاج بالفوز بكاس الرابطة، كل واحد 25% من قيمة عقده، وعندهم حالة انشكاح لمفاوي نتيجة المكافآت، واجي اقول عليه انه فوت؟ عيب، عيب ان ده يصدر من واحد من رموز من الرموز الاعلامية ومعمول له برنامج مخصوص على اون سبورت. بقول ليه كده؟ لان انا اتمنى ان المسؤولين في اون سبورت ياخدوا بالهم من هذا الامر، وهو ان الناس اللي عندك انت ايه الاقوى. احنا كنا بنعملها في مودرن، انت دلوقتي فين على الشاشة؟ كان معايا شلبوك، انت مش فاهم على برامج شلبوك، انت معايا على الشاشة، انت هنا اهم من وجودك في جرنانة، لان اللي بيتفرج عليك على الشاشة اكتر ملايين الملايين بالنسبة للي بيقروا الجرنان. فكان اللي بيبقى على الشاشة انت ملتزم معايا، تطلعش في حتة تانية، ده واحد. اقوالك وافعالك محسوبة علي انا كقناة، فاقوال الاستاذ عمرو الدرديري محسوبة على اون سبورت. انت وبيشتغل في اون سبورت نائب رئيس الفيوتش كابتن احمد شوبير. طب انت ازاي يعني انت اداره نادي فيوتشر تدعم التفويت؟ عيب، عيب. طب انت بتثير الفتن وتطلع تاني على اون سبورت؟ خطا. فعشان كده بنصح اللي بيدير في اون سبورت بحاجه، ان اللي شغال عندك ملوش علاقه بالسوشيال، ملوش علاقه بالسوشيال. ليه؟ لانه لما بيتكلم في السوشيال بيجيب لك انت الكلام. يعني ده واحد مفترض انه حكيم، لان هو كان بيتكلم، كان متحدث رسمي، فمفترض المتحدث الرسمي ده بيتكلم بشكل دبلوماسي ويعبر عن وجهه نظر ناديه بقوه دون خطا في اي حد من اطراف المنظوم. انت النهارده بتتهم اداره فيوتشر رسميا بالتفويت وعلى صفحتك الموثقه، ماشي؟ وبعد ما الدنيا كلها بتقول عمرو الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك والاعلامي في اون سبورت يتهم فيوتشر بالتفويت، بتيجي اخر الليل بتحذف. طب وبعدين؟ ما خلاص الطلقه طلعت يا عم الحاج، ما خلاص الطلقه طلعت. فعشان كده نصيحتي للي بيدير في اون سبورت، اللي شغالين عندك ما يكتبوش سوشيال عن الاحداث. ليه؟ كل واحد يحتفظ برايه بفيديوهاته لما يجي عندك، يحتفظ برايه واللي هو عاوز يقوله يبقى بيقوله عندك، لانك انت محتاج اراءه ديت تعمل كذا. لكن هو بره يخش اشتباكات وخناقات وازمات ويعمل مصيبه زي اللي عملها عمرو الدرديري دي، او التلميحات اللي عملها خالد الغندور. طيب ما انت الناس بيقولوا دول اللي في اون سبورت بتنعكس على هذه المؤسسه الاعلاميه، تبقى انت خسران. فتيجي تزعل من الناس ان هم يقولوا فلان اللي في اون سبورت، ما هو اون سبورت اقوى مجموعه قنوات رياضيه في مصر. فبالتالي اللي بيقول كذا، شفت الزملكاوي بيقول ان احنا فوت، رسمي رسمي فيوتشر فوت. انا ما اعرفش ليه اداره فيوتشر، هل اداره فيوتشر هترفع قضيه؟ هل هتحتاج لدى اون سبورت؟ هل هيطلع يعتذر عمرو الدرديري عما بدر منه؟ هو مسح البوست وخلاص، ام هل ان دي سياسه ومنهج؟
وارد انها تبقى اساسا ومنهج لدى البعض مش لدى المؤسسه، ان هو عشان يعني يبقى صوته موجود قول اي كلام واعمل اي قلق وخلاص. طب الناس دي اللي بتقول هذا الكلام هل تعاقب من المجلس الاعلى للاعلام برئاسه استاذنا الاستاذ كرم جبر؟ لا تعاقب. ليه؟ ما تعرفش. وخالد الغندور كان يتعاقب لما مجلس اداره النادي الاهلي طلع بيان رسمي وقدم شكاوى رسميه، ولا نعرف ايه اللي حصل في الشكاوى، ولا نعرف. طب اشمعنى الناس اللي بتعمل فتن دي ما حدش بيقول لها عيب، حدش بيقول لها ما يصحش؟ يا عم ماليش علاقه بعلاء صادق ومش هتكلم في الموضوع تاني. الله يكبر بخاطر، مش هتكلم تاني. انا بتكلم في عمرو الدرديري والمساله دي. ماشي الحال؟ يا عم انا بخاف والله، انا بخاف. خلي بالك اللي بيخاف ده مش عيب، الكذاب هو اللي عيب. قالوا له يا رسول الله ايكون المؤمن بخيلا؟ قال لهم قد يكون. ايكون جبانا؟ قد يكون. ايكون كذا؟ قد يكون. قد يكون. ايكون كذابا؟ ان لا يكون. فيا عم انت بتقول ان انا بخاف، انا بخاف يا سيدي. يا سيدي ماشي. يعني بقى اللي شفناه في الاربع خمس سنين اللي فاتوا، لو واحد فيكم شافها واحد على مليون منه، ها، كان اعتزل العمل الاعلامي او كان راح لمرتضى بس رجليه واشتغل معاه وطبل له وزمر له وحاجات بالشكل ده. فخلاص يا عم، يا عم الله يكرمك، مش هتكلم في موضوع علاء صادق، هو يتكلم عن نفسه. انا قلت رايي مره وخلص الكلام. فبعد اذنك، بعد اذنك يعني ما تدخلنيش طرف في حاجه ماليش علاقه بيه. ماليش علاقه بيه. فاللي بتكلم فيه هو الاستاذ عمرو الدردير. استاذ عمرو الدردير ما ينفعش تكتب تتهم نادي في الدوري الممتاز، رابع الدوري الممتاز، هيشارك في الكونفدراليه، استثمارات، نادي وليد هذا العام، نادي جديد كان كوكا كولا هم لسه شاريينه، عشان خسر من الاهلي 4 قلت فيه. طب ويبقى الزمالك كان مفوت يا ولا يا دي عمرو؟ يبقى الزمالك كان مفوت لما خسر بال5، صح يا عم عمرو؟ طيب يبقى بيراميدز كان مفوت لما خسر بال3، يبقى سموحه كان مفوت لما خسر بال4 هو وفاركو، يبقى النادي الجزائري كان خسران كان مفوت برضه، يبقى الهلال السعودي كان يا عم. فكلام العبط ده يا جماعه يجب ان كنتوا تنتبهوا انكم تعملون في مؤسسه اعلاميه كبيره، ما ينفعش اي هطل يبقى موجود على الهواء. دمتم في امان الله، سلام عليكم.